السلام عليكم. السلام عليكم شيخنا. الحمد لله. أحبك وسلام يا شيخنا. حبك الله الذي أحببتنا فيه. معلش يا شيخ، أنا كنت بسأل حضرتك بس عن أنا كنت أعرف أطلع زكاة المال، يعني ما يبقى معايا قد إيه؟ في اتجاهان للعلماء، إما أنك تبني على نصاب الفضة وهو ما يعادل 598 جرام فضة، أو تبني على نصاب الذهب وهو ما يعادل 97.2 جرام ذهب من عيار 21. يعني لو الفلوس اللي معايا جابت ذهب بالوزن ده أو فضة بالوزن ده أبدأ أطلع بقى إذا بنيت على الفضة، جزاك الله خير، إذا بنيت على الفضة أنفع لدينك وأنفع للفقير، وإذا بنيت على الذهب جاز لك. تمام. طيب يا حضرتك بتبقى قد إيه بقى؟ 2.5%، كل 1000 25. تمام، ربنا يجزاك. يعني الله سبحانه ترك لك 975 و25 الفقراء والمساكين. مش كتير يعني، الضرائب بتاخذ عشرات الأضعاف. أه طبعًا. آه. ربنا يكرمك يا شيخ، كتر ألف خيرك. وإياك الله يحفظك.